وللحديث عن مستجدات الملف اليمني معنا من اسطنبول رئيس مركز جيان يمن صالح الجبري. مرحبا بك استاذ صالح. اذا بعد 5 سنين من انقلاب ميليشيا الحوثي، الى اين اخذ اليمن ذاك الحدث؟ شكرا جزيلا، ونعزي ابناء الشعب اليمني بهذه النكبه، نكبه اليمن، نكبه 21 سبتمبر التي اعادت اليمن الى القرن الحجري في ظل ميليشيات الحوثي الايرانيه، وحولت اليمن وقدمت الحوثي اكبر انجاز في 5 سنوات، وهو كثره بناء المقابر في كل حي من احياء العاصمه صنعاء وفي المناطق التي ما زالت تحت سيطرتهم. للاسف في عهد الحوثي قرابه 250 الف بين قتيل وجريح، وتشريد 8 مليون داخل البلاد وخارجها، ودمرت الاقتصاد الوطني، وهي التي استدعت عاصفه الحزم وعبث الامارات، وصنعت او خلقت السوق السوداء في كل شيء، وادخلت اليمن في البند السابع، وتكاثرت في عهدها الميليشيات وكثرت الاغتيالات. الحوثي في عهده اغلق 3600 مدرسه من مدارس التعليم الاساسي والثانوي في اليمن. تضرر قرابه 2000 مدرسه اساسيه وثانويه. 67% من المدارس لم تدفع لها مرتباتها منذ اكثر من عامين، و25% من أطفال اليمن لا يستطيعون الالتحاق بمدارسهم. هذه إنجازات نكبة 21 سبتمبر. خرجوا من أجل إلغاء الجرعة، وارتفع سعر الدولار، كان يصرف في 2014 في عهد حكومة الإنقاذ الوطني ب 214 ريال، اليوم سعر الدولار 600 ريال، يعني انتقل نقلة مخيفة. وتصور معي الآن بدون الشعب اليمني والموظفين بدون مرتبات، فكيف بغلاء الأسعار؟ انقطاع الكهرباء، أغلقت المدارس، أغلقت المستشفيات، وتحولت إلى يعني المستشفيات والوزارات والمؤسسات إلى عصابات. ماذا نقول في هذا اليوم المشؤوم؟ يتحسر الكل يمني على هذا التاريخ. كان الشعب اليمني شعب فقير في عهد النظام السابق، فزاد الفقر وزاد الأمراض والجهل في عهد ميليشيات الحوثي الإيرانية. أيضا بخصوص أوضاع النازحين، في عام 2019 أكثر من 3 ملايين نازح، كيف تصف أوضاعهم؟ النزوح في اليمن يعني يختلف عن بقية ما حدث في العراق وفي سوريا. النزوح في اليمن هو معظمه نزوح داخلي. انتقل اليمنيون من المدن إلى الأرياف في إطار البلد نفسه. لماذا؟ لأنه بسبب يعني وجود عوائل وتعاون الأب على أبنائه وبن عمومته، لكن للأسف الشديد انقطعت هنا الوظائف، صعبت المواصلات والانتقال من مكان إلى مكان. يعني تصور أكثر من 3 مليون نازح فقط في المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الحوثيين، ناهيك عن أكثر من 20 ألف معتقل تم اعتقالهم من بيوتهم، لم يعتقلوا من المعارك ومن جبهات القتال، دخلوا إلى بيوت المعارضين وأغلقوا المقرات الأحزاب والجمعيات الخيرية. هذه كلها أثرت على نزوح كثير من أبناء اليمن من المدن الرئيسية إلى الريف، وعادوا إلى الأعمال القديمة مثل التحطيب وتربية الأغنام والدجاج، وعادوا إلى عصر يعني نسوا نفس موضوع الكهرباء، ودخلوا يعني شيء يحزن، بالذات في المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الحوثيين، وهي تمثل تقريبا 20% من مساحة اليمن. كيف ترى دور الأمم المتحدة في المجال الإنساني؟ يعني الأمم المتحدة قصرت في إقامة الخيام للنازحين اليمنيين، هناك مدارس تحولت إلى مناطق إيواء لهؤلاء النازحين. ليس هذا فقط، يعني تحولت المدارس إلى سكنات عسكرية. الأمم المتحدة للأسف الشديد نحن نتهمها بأنها يعني متواطئة، وأصبحت فقط تروج أمام العالم الوضع الإنساني. يعني نسى الناس أس المشكلة في اليمن، وهو انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا على شرعية، على سلطة، على دولة. نحن الآن نبحث عن دولة، نحن الآن نريد أن نعيد الدولة، لكن للأسف الشديد الأمم المتحدة فقط ترسل مبعوثة إلى اليمن وينقل للعالم الوضع الإنساني، ويتناسى من الذي أوصل اليمن إلى هذا الوضع الإنساني.
يتناسى أن ميليشيات الحوثي انقلبت على إجماع وطني على مخرجات الحوار الوطني التي كانت بحضور كل الأحزاب والجماعات في اليمن، ومن ضمنهم ميليشيات الحوثي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني واتفق الناس على دستور، ولكن للأسف يعني اختطفوا المسؤول عن ملف الدستور اليمني واحتجزوا عندهم، وثم قامت الحرب بدعوى الجرعة وما إلى ذلك. إذا الأمم المتحدة للأسف الشديد أصبحت هي من تعطي الضوء الأخضر لاستمرار جرائم ميليشيات الحوثي، وأصبحت تنادي أمام العالم وكأن القضية في اليمن أصبحت قضية إنسانية متناسين. طيب، ما الذي أوصل اليمن إلى هذا الوضع؟ أيضا هناك تجنيد إجباري، يعني كيف أسمت ميليشيا الحوثي في إجبار اليمنيين على القتال أو الخيار الآخر وهو النزوح؟ وهذه إشكالية جديدة، تقارير محلية وأممية يعني أشارت إلى يعني إجبار آلاف الأطفال وزج بهم إلى جبهات القتال، وتأتي طيران التحالف العربي مع بكل أسف تحصد يعني آلاف من أبناء الشعب اليمني بسبب تصرف وحنق ميليشيات الحوثي الإيرانية، ناهيك عن التهديد إما أن يجبروا الأطفال على التحاق بالجبهات القتال وترك المدارس، أو يغرم الآباء بمئات الآلاف يعني كفدية، إما أن تدفع مبلغ مالي أو يعني تترك ابنك يذهب معنا إلى جبهة القتال. هذه عصابة يا سيدي، لا يوجد الآن في المناطق التي تحت سيطرة ميليشيا الحوثي نظام أو دولة، هذه عصابة تفعل ما تريد، وللأسف وجدت ضوءا أخضرا من الأمم المتحدة وبعض الدول الغربية، واستمر حنقها واستمرت جرائمها في حق الشعب اليمني، ولذلك نحن نسمي اليوم نكبة 21 سبتمبر التي حلت في الشعب اليمني. كيف تحولت ميليشيا الحوثي من يعني تيار انقلابي إلى طرف سياسي؟ هل هناك تخادم أمريكي إيراني في هذا المجال؟ لعلك سمعت في الأونة الأخيرة بأن هناك تواصل الآن كما صرح أحد المسؤولين في المسؤولين الأمريكان بأن هناك تواصل مع ميليشيات الحوثي الإيرانية، وأصبح هنا يتواصلون، وحدثت لقاءات أيضا بين الإمارات وبعض قيادات الميليشيات الحوثي الإيرانية، وزارت الإمارات إيران، وأسررت هذه الزيارات عن الجريمة التي ارتكبتها الإمارات في حق الجيش اليمني في مداخل مدينة عدن. هناك للأسف الشديد تواطؤ غربي أمريكي إيراني واضح ودعم للأسف الشديد من تحت الطاولة، مما جعل الحوثي يصدق نفسه، وحتى الآن عندما تضرب بعض الصواريخ إلى بعض المطارات السعودية يتبنى الحوثي هذه العملية، وللأسف كثير من هذه الصواريخ ليست من اليمن وليست من ميليشيا الحوثي، هي معظمها قد تأتي من إيران ومن للأسف العراق ومن لبنان، ويعني يأتي الحوثي ينادي بأن ويصرح بأنه هو الذي أطلق هذه الصواريخ من أجل فقط رفع الشحط الهمم يعني لأفراده لجبهة القتال التي ملوا وانهزموا بسبب إطارة الحرب مع التحالف العربي والجيش الوطني. شكرا جزيلا لك من اسطنبول، رئيس مركز جيني يمن صالح الجبري.